الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أما بعد، الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ الوحي بمخاطبة كل الناس. قال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس. فالخطاب لكل الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا النداء: يا أيها الناس. نداء ثاني يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخطاب للناس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمبعث النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عالمية، رسالة خالدة. منذ بعث الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كلفه بهذه الرسالة، ليس رسالة خاصة بالعرب، وليس رسالة خاصة بأهل مكة ولا أهل المدينة ولا أهل الحجاز، ولكن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عالمية ورسالة خالدة انترناسيونال عالمية، ورسالة كذلك خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله سبحانه وتعالى ختم النبوة وختم الرسالة بمبعث حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن الله بعثه لكل الناس، أعجميهم وأعربيهم كلهم، وفرنجيهم وأمريكانهم وروسيهم والصينيهم وكل من في الكون. الله سبحانه وتعالى أرسله للناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله بعث النبي عليه الصلاة والسلام ينير القلوب العباد، السراج المنير هي الشمس. قال تعالى: وجعلنا الشمس سراجا، وفي آخر سراجا وهاجا، تنير الكون وتنير الأرض. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه لينير قلوب العباد، لأن الأنبياء الله أرسلهم للناس كي يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. مقصد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وإنقاذ البشرية، إخراج البشرية من الظلمات إلى النور، إنقاذ البشرية من عذاب الله عز وجل إلى رحمة الله. هذه مقصد مبعث الأنبياء، كل الأنبياء، وخاتم حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ومقصد الأنبياء هو عكس مقصد الشياطين. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدو لنا، عدو للإنسان، عدو البشرية، يريد أن نكون من أهل النار لأنه سيدخل النار. هو أيس من رحمة رب العالمين،
هو مطرود من رحمة رب سبحانه، هو ملعون، فهمت عليك؟ لعنتي إلى يوم الدين، قال رب سبحانه وتعالى. قال فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. مقصد الشيطان، فكر الشيطان، هم الشيطان هو إدخال أكثر ما يكون أكثر ما يكون من الناس إلى النار. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي على بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. مقصد الإنسان ومقصد وجود الإنسان هو عبادة الله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمقصد الإنسان في هذه الدنيا هو عبادة الله فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان عنده محتاجات، معناها ضروريات الحياة، محتاجات الحياة، يحتاج إلى أشياء كثيرة. فالله سبحانه وتعالى سخر له جميع هذا الكون. قال تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء مسخر خدمة الإنسان، جميع أنواع الجمادات، الجماد يكون جماد كما اللوح كما الحطب كما الحديد كما الحجر كما الرمل كما السماد، هذا كل سمى جمادات. الله سخر الإنسان جميع أنواع الجمادات، وكذلك الله سخر الإنسان جميع أنواع النباتات، الخضر والفواكه الخضر والفواكه والغلال والحبوب والأشياء هذه كل مسخرة في خدمة الإنسان، كل ما هو نبات مسخر في خدمة الإنسان. والله سخر الإنسان جميع أنواع الحيوانات، الحيوانات البرية والحيوانات البحرية حتى الحيوانات الوحشية كلها مسخرة في خدمة الإنسان. فهذا الكون كله مسخر في خدمة الإنسان. قال تعالى سخركم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه كل من الله عز وجل، كل مسخر لخدمة الإنسان. فما هو مقصد الإنسان في هذه الحياة؟ ما هو مقصد الإنسان في الحياة؟ لماذا خلقه الله؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس، حتى الجن مكلف، الجن كما الإنسان مكلف، الله مكلف الجن كيف كيف، الجن فيه المؤمن وفيه الشيطان، كيف الإنسان، الإنسان فيه المؤمن وفيه غير المؤمن، فالله سبحانه كلف الجميع، الثقلين سمى رب سبحانه وتعالى. قال تعالى في أخرى سنفرغ لكم أيها الثقلان يوم القيامة، سنفرغ لكم أي سنتفرغ لكم للحساب يا أيها الجن والإنس. فالإنس والجن هم مطالبين مكلفين، مكلفين، مكلفهم رب سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم رزقا، أي مقصد الإنسان هو عبادة الله، معرفة الله، طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا مقصد وجود الإنسان، ليس مقصد ثاني. كل شيء مسخر في هذا الإنسان حتى يقوم على المقصد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما قال سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، عن آياتنا معرضون. الناس بعاد عن المقصد، مشكل كبير، مقصد كبير في هذه الحياة. قال رب سبحانه وتعالى أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. مرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقي الله سبحانه وتعالى. نحن جينا مش نلاقي رب سبحانه وتعالى، ملاقيه رب سبحانه وتعالى. لما الإنسان يدفن في قبره ويضعون في قبره ويلحدونه الأقارب والأحباب والأصحاب والجيران، يرجع ويترك وحده، يتركون وحده في قبره، الله ينادي عليه عبدي ماذا يا رب، يا عبدي رجعوك وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. لماذا الحي الذي لا يموت؟ لأن كل حي سيموت،
إلا الله عز وجل والحي الذي لا يموت. ولهذا رب سبحانه وتعالى وحال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد وتوكل على الحي الذي لا يموت لأن كل حي سيموت. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالإنسان مصير إلى الله، سيرجع إلى الله، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا مصير كبير، فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ الكاميرا تبدأ تسجل الصورة، الصورة والكلام تسجل كل الكاميرا. فرب سبحانه قال مسجل أعمال الناس الكل، حتى شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما يخفى عليه رب سبحانه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكل شيء رب سبحانه طلع عليه، يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جل جلاله عما نواله. فهو رب العالمين، رب العالمين. هذا الكون كله من سماوات وأراضين وجبال وبحار وأنهار وأشجار وملائكة وحيوانات وإنس وجن وكل ما في هذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالملك الكل لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تعرف معنى بيدك الخير؟ الله ما قال بيدك الخير والشر، الخير والشر بيد الله، ولكن الله قال بيدك الخير فقط ولم يذكر الشر، لأن كل ما يقع في هذا الكون هو خير من الله. ولو الإنسان يراه شر، كما المصائب الآن واضحة على الناس، الناس يراه شر ولكن عند ربي خيرا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ساعات الليل يطوال وساعات النهار يطوال، يدخل الليل في النهار والنهار يدخل في الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. العظمة الأرض البيضة تخرج من الدجاجة، الدجاجة حية والبيضة ميتة، ثم الفلوس يخرج من البيضة، بيضة ميتة والفلوس حي، يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، وين قاه سيدة مريم؟ قاش في الشارع دور، يلقاها في المحراب، والمحراب هو المسجد، ويسمي محراب لأنه كان المسجد حربا على الشيطان، مكان حربا على الشيطان. والمسجد يسمى مسجدا ويسمى جامعا ويسمى محرابا، مسجدا لأن يكثر فيه السجود لله عز وجل، المسجد لأن يكثر فيه السجود لله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود أخضع حالة يكون فيه الإنسان لله هي حالة السجود. يضع جبهة متاعه، لأن أعز شيء في الإنسان هو الجبهة، الجبهة ذيك يضعها في التراب من أجل الله. ومن تواضع لله رفعه الله، ومن سجد سجدة لله في هذه الدنيا الله يعوضه بنظرة إلى وجهه الكريم في الجنة. هذه معنى الأجر متاع السجود، فهمت؟ ولكن أكثر الناس لم يسجدوا. ورب ماذا تقال في السجود؟ قال ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الكون كله ساجد لله سبحانه وتعالى، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كلهم ساجدين لله سبحانه وتعالى. في أخر قال سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض
كل له قانتون، قانتون خاضعون رب العالمين. ولكن الإنسان مصعصع في هذه الدنيا، لم يخضع الرب سبحانه وتعالى، متكبر الإنسان على الله. ومن هو الإنسان هذا؟ قال وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وقتاش وليت راجل تتكلم أنت؟ أخلاق كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. بعد ما وليت راجل تتكلم تقول يا ربي، حتى وصل الإنسان بالكفر نتاعو قال أنا ربكم الأعلى. مش مصيبة كبرى في الإنسان؟ شكونك إنسان على رب سبحانه قال يا أيها الإنسان ما غربك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في أخرى قال رب سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله لما خلق بنا آدم الإنسان أمر جميع الملائكة، والملائكة كما تعلمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله طرفة عين، طرفة عين لا. الملائكة والملائكة خلقت قبل الإنسان ملايين السنين، والله يوم القيامة والملائكة لما خلقها الله خلق كلها للعبادة. فما ملائكة مجموعة من الملائكة في حال سجود، ملائكة أخرى في حالة ركوع، والأخرى تسبيح استغفار تكبير تهليل قيام، كلها في حال طاعة لله سبحانه وتعالى منذ خلقها إلى يوم القيامة. ولما تأتي يوم القيامة الملائكة تقول قدام رب سبحانه وتعالى ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ملايين السنين ولا مليارات السنين وفي حالة عبادة ولم تعص الله طرفة عين رمشة بالعين لا. يوم القيامة تقول ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله عظيم الله عظيم الله عظيم. وهذه الملائكة مع قيمتها عند الله، مع قدرها عند الله سبحانه وتعالى، ومع مكانتها عند الله سبحانه وقربها من الله، الله عز وجل تكريما لبني آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم، كل الملائكة سجدوا، كل الملائكة سجدوا لله سبحانه وتعالى إلا شكون من لم يسجد؟ هو إبليس. إبليس في آية أخرى سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذون وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلا. ولكن القائل يقول اشتغل إبليس في السجود هنا، لأن إبليس عبد الله عبادة كبيرة جدا وعظيمة جدا حتى وصل إلى مقام الملائكة. هو ليس من الملائكة، هو من الجن.